وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. مكملين مع حضراتكم بعون ربنا وستره وكرمه علينا خاطرة الفجر، بنتقابل يوميا في نيتين، نية قيام الليل ونية حضور مجلس العلم. وما أشرف إحياء الليل بطلب العلم، وما أشرف إحياء الليل بذكر الله سبحانه وتعالى. كل مرة بشارك حضراتكم في معلومة قرأتها في نفس اليوم بتاع خاطرة كل يوم، والنهاردة أنا لسه مكمل في كتاب الحكم العطائية لتاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري. مستعين بربنا سبحانه وتعالى أن يوصل لكم معنى من أرقى المعاني اللي ابن عطاء الله كان حريص يوصلها في كل كتابه، إن وإحنا ماشيين في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى اعتمادنا الحقيقي لا على نفسنا ولا على أعمالنا، الاعتماد الحقيقي على الله. وقبل ما أقول لك حكمة ابن عطاء الله السكندري هشرح لك معنى الحكمة الأول. في علاقات قائمة لأن في طرف فيها وصفه مغطي وصف الطرف الثاني. في علاقات قائمة وناجحة بسبب إن في واحد تسامحه مغطي غضب الإنسان الثاني. في واحد في العلاقة مشاعره الجياشة والكريمة مغطية بخل وجفا مشاعر الشخص الثاني. فالعلاقة ماشية لأن في واحد عمال يصب يصب يصب، فالعلاقة مليانة بسببه. والوصف السلبي اللي موجود في طرف مش باين، ليه؟ لأنه غرقان في الوصف الإيجابي اللي موجود في الطرف الثاني، فغطى وصفه السلبي بوصفه الإيجابي. وأنا شفت بيوت كتيرة كده، في واحد والله تسامحه وسعة صدره غرقان فيها تصرع الشخص التاني وأخلاقه الحادة ونسيانه للمناسبات المهمة، التاني بقى إيه مغرقه بالتسامح، فالدنيا ماشية. إحنا مع الله كده، عشان نعرف نمشي لربنا سبحانه وتعالى بيغطي وصفنا الناقص بوصفه الكامل. قال ابن عطاء الله: لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه ستر وصفك بوصفه وغطى نعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. تاني، لو أنت فاكر أنك هتوصل لربنا لما عيوبك تروح كلها وذنوبك تخلص، لا يمكن توصل له أبدا. لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك، مساويك يعني مساوئك، ومحو دعاويك يعني أعمله أنا بحبه بس أنا من جوه مش صادق أوي في حب ربنا، أنا مستعد أضحي عشانه بس أنا من جوه ساعات من جوايا بختار حاجات تانية على ربنا، كل دي اسمها دعاوي، بدعي. كلنا بندعي حاجات وربنا صابر علينا، واحنا بندعي الصدق والامانه وهقف في الموقف ده لربنا وعمري ابدا ما هزعله، كلنا بنقول كده وبنغلط. لا يمكن تفنى هذه الدعاوى، هنفضل ندعي وربنا صابر علينا. لن تصل اليه ابدا، لو افتكرت انك انت تصل ليه لما تبطل وحاشه، هنفضل طول عمرنا بنغلط لان كل ابن ادم خطاء. لكن هنوصل له ازاي؟ قال: ولكن اذا اراد ان يوصلك اليه ستر وصفك بوصفه. ستر وصفك بوصفه يعني أنا العبد الجريء على ربنا، أنا العبد اللي بفكر كذا مرة قبل ما أطلع ال5 جنيه ولا ال10 جنيه ولا ال100 جنيه، خايف من المستقبل. أنا العبد اللي لما بصلي ببقى مشغول بحاجات كتيرة قوي لو قلتها بصوت عالي الناس هتستهيفني وهتشك في صدق حبي لربنا، ما بالك ربنا اللي سامعها وهي بتدور جوه في قلبي. انا عندي مساوئ كتيره، وصفي النقص والغفله والادعاء الكاذب والبخل، ده وصفي. عشان اوصل لربنا لازم يستر وصفي بوصفه، بعفوه وسعه قبوله
وقربه. عارف لما تقول في واحد متفهمني، اللي بيدرسوها لنا في العلوم الحديثة الاكسبتنس، متفهمني متقبلني زي ما انا كده. فانا دخلت قعدت مع الاكابر، مش عشان انا اليق بالاكابر، عشان هم قابليني زي ما انا كده. اهو ربنا سبحانه وتعالى بيدخلنا في اشرف المجالس معاه، في الذكر وفي القرب منه وفي الانفاق وفي القعده مع الصالحين وفي المجلس اللي احنا بنعمله، مش احنا كويسين، لانه ستر وصفنا بوصفه سبحانه وتعالى، وغطى نعتك بنعته، نفس المعنى، فوصلك اليه بما منه اليك بكرمه بينا، لا بما منك اليه. احنا دلوقتي قاعدين القعده دي بنتكلم عن ربنا في التلت الاخير في ليله وتريه، دي قعده شريفه، والاذن كان من الله بامر من ربنا، والملائكه احلف 100 يمين ان هم حوالينا في كل بيت بيسمعنا دلوقتي، لان سيدنا النبي قال كده، وانا مصدق سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. كل ده باذن ربنا، بما منه الينا لا بما منا اليه. احنا العبد الخطاء، احنا العبد الناسي، احنا العبد الجاهل، احنا العبد المقصر، احنا كل حاجه شبهنا، وهو كل حاجه مثله سبحانه وتعالى. فهو بيقول لك اوعى تفتكر انك هتوصل لما تبطل غلط، هو اللي هيوصلك بوصفه بكرمه، لو انك لا تصل اليه الا بعد فناء مساوئك ومحو دعاويك لن تصل اليه ابدا، ولكن اذا اراد ان يوصلك اليه ستر وصفك بوصفه وغطى نعتك بنعته، فوصلك اليه بما منه اليك لا بما منك اليه. زي ما يكون متصور كده اب غني قوي وابنه مبهدل ولاعب كوره في الطينه ومبهدل وفي عزومه كبيره قوي، فالاب قام باعت له لبس غالي وبعت له فلوس يستحمى ومش عارف ايه، وشيكه قبل ما يخش على الاكابر، انه لو دخل بحاله ده وجاي من الصحراء ولا جاي من البهدله لا يليق انه يخش في المكان الشياكه الشريف ده، لكن الاب ستر وقال له تعالى، فبان كاجمل واشيك ما يكون. واحنا بنخش على ربنا بستره سبحانه وتعالى وتقبله لنقائصنا، ودي عقيده العبد. ساعتها يفضل العبد متواضع مشغول بيقول له رب اقبلني سبحانه وتعالى. معلش ابن عطاء الله واخد مننا كده يوم ورا يوم، لان الكتاب في منتهى الثراء والغنى. ابقوا اسمعوه يا جماعه على الساوند كلاود او اليوتيوب لاحد مشايخنا الازاهره. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لنا على القلب سلطان، فهل على المرأة ذنب إذا أحبت غير زوجها؟ أسئلة صعبة. لا، الإنسان عنده سلطان على القلب، سلطانه على القلب إنه ما يسمحلوش إنه يتدرج في المشاعر لغاية ما يوصل إنه يحب حب مش مناسب. بتجيلي أسئلة كتير قوي قوي، يعني واحد يحب مرات صاحبه لأنه عنده أزمة مع مراته، مراته مش حنينة، فلما يشوف مرات صاحبه حاطة إيديها على كتفه تكلمه تقول له يا حبيبي، ينجذب للنموذج ده، ساعتها لازم ينصرف. أول ما يلاقي قلبه منجذب، هنا مفيش حب لسه، في انجذاب، في شيء أنا عايز الشكل ده في حياتي، أنا مفتقده، أنا عطشان للشكل ده، لازم يفر، لازم يفر، لأن في أمانة إن صاحبه ده أخوه ودي أخته. لو ساب نفسه إن الحب ده، أو بمعنى أدق هذا الانجذاب، ينقلب لانشغال وتفكير وهم ويبدأ يتعلق ثم يحب، يشوف الحب فين، بعيد قوي. فلا، في سلطان طبعا، في سلطان على الإنسان إنه ما يوصلش القلب. طيب وقعت الفاس في الراس وواحدة حبت غير جوزها، تطير من المكان، من البلد اللي هو موجود فيها. عشان كده دايما كانوا يقولوا إن من دواء العشق إن الإنسان لا يتواجد في المكان اللي معشوقه فيه، وعلماء النفس يسموها الرابط الذهني. كان قيس زمان يقول أمر على الديار ديار ليلى، كان بيتها بعد ما سابته، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، عمال يبوس الحيطة، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. أنا كنت بعدي بقول الباب ده كانت بتقف عليه، والسور ده كانت مش عارف إيه، والشجرة دي ياما مرت من تحتها، لا أنا أسيب البلد دي خالص، أسيب المكان، واعتذر عن المقابلات اللي فيها الشخص
لان دي قلبك، قلبك ملكك وملك جوزك، زي ما قلب جوزك ملكك انت كمان. فلا، في سلطان على القلب طبعا. والحب ده عامل زي الورده، لو انا انجذبت لحد تاني غير مراتي، ولا واحده انجذبت لحد غير جوزها، زي الورده لو ما اتسقاش يموت. فلا طبعا في سلطان طبعا، وربنا يعينك وياخد بايديك يا رب. وهنا على فكره الكلام مهم قوي، لما يكون جوزك مقصر معاكي في حاجات انت نفسك فيها في الحياه، لازم تتكلمي معاه. انا عايزه منك، لكن الاهتمام مش بيطلب. اكبر وهم في العلاقات ده الاهتمام بيطلب بالتفصيل، لان مش كل الناس عندها اللانجوج اوف لاف. فاكر الكتاب بتاع جاريت شابمان، فايف لانجوجز اوف لاف، اللي هو لغات الحب الخمسه؟ مش كل الناس بتفهم لغات بعض في الحب. انا مش عايزه هدايا، انا عايزه حنيه. قولي له كده، احنا كرجاله مش عايزين نجيب بوكيه ورد للبنت، انا عايز اجيب لها سندوتش. انا في دماغي انا البوكيه ورد بيموت بعد يومين ثلاثه، وثمنه 150 جنيه ولا مش عارف كام، لا سندوتش تشبع كده لا طبعا، دي لغه رجاله احنا بتوع الشارع. لكن البنات تحب الورده وتشعر بيها بالامان، لازم نتكلم مع بعض. ربنا ياخد بايدينا. الله 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 الله. انا مش بصلي النوافل، بكسل اصليها، فده ايه عقابه؟ هل اكون كده خرجت عن سنه نبينا سيدنا محمد وخرجت من الدين؟ احنا عندنا 5 احكام شرعيه. الفرض يؤجر فاعله وياثم تاركه. المستحب السنه يؤجر فاعله ولا ياثم تاركه. المباح يستوي طرفاه، لا ياثم ولا يؤجر فاعله او تاركه. يعني انا لو عملت الورقه دي كده، الفعل ده اسمه ايه في الدين؟ اسمه مباح، لا اجر ولا اثم. المكروه يؤجر تاركه ولا ياثم فاعله. والحرام يؤجر تاركه وياثم فاعله. فالمستحب السنه اللي حضرتك بتقولي عليها بسيبها، بشجعك عليها. وفعل النوافل لي مقام كبير عند ربنا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فدي مقام محبة مختلف. ولكن اللي بيسيب النوافل لا يأثم. تعريف النوافل في الأحكام الشرعية الخمسة، لا يأثم تاركها. وانت بتعملي سنن كتيرة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سنة التفاؤل، سنة التبسم في وجوه الناس، سنة جبر الخواطر، سنة الصلاة على النبي لما نسمعه صلى الله عليه وسلم، نسمع النبي صلى الله عليه وسلم. سنن كتيرة، قد تكوني سايبة سنن الصلاة. ادعي ان ربنا يرزقك بسنة الصلاة وان شاء الله ترزقي بها. الله. كيف عرف سيدنا موسى ان سيدنا هارون اخوه، وسيدنا موسى متربي في بيت فرعون؟ القرآن سكت عن اشياء بس انت ممكن تتصورها. ما هو سيدنا موسى ربنا رده بعد كده لأمه عشان ترضعه، فكان عارف أمه، ممكن أمه تكون حكيت له بعد كده، أنا بتصور. لكن ما سكت عنه القرآن يبقى مش مفيد في القصة. لكن أنا أقدر أألف لك دلوقتي كذا طريقة عرف بيها لما كبر أمه، ندهته المرضعة بتاعته، قالت له يا ابني أنا أمك وأدي أخوك سيدنا هارون مثلا يعني. لكن ما سكت عنه القرآن ما بيبقاش مهم في القصة، لأن ربنا حكى قصة سيدنا موسى مرات كتيرة، ما ذكرش امتى قابل هارون، يبقى مش مهم في القصه. بس والله اعلم يعني. الله، نكتفي بهذا القدر من الاسئله عشان اسيبكم تروحوا تصلوا الوتر اللي ما صلاش، وكمان اللي عايز منكم يتسحر. ادعوا لنا معاكم يا جماعه بالستر والهدايه والتيسير والكرم من ربنا. ما تنسوش تتفرجوا على حائر، وبكره ان شاء الله اشوفكم في خاطره جديده من خواطر الفجر. السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا النبي.